هاي. الجيشا فنانات تقليديات باليابان بيمارسوا دور مضيفات وبيمتلكوا مهارات بالفنون المسرحية اليابانية المختلفة مثل الموسيقى الكلاسيكية والرقص والألعاب. مصطلح جيشا بيعني الشخص يلي بيرفه. بداية هالفن كانت بعصر إيدو يلي امتد بين 1603 و1868 لما بدأت الفتيات العاملات بمحلات الشاي بكيوتو بتأدية عروض الرقص والعزف كنوع من الترحيب بزائري المعابد البوذية والسواح، وما زالت هالثقافة مستمرة اليوم بعدة مجالات ومنها السياحة. فتاة تحتاج لفترة تدريب من 5 إلى 6 سنوات لتحترف مهنة الجيشا، وخلال فترة التدريب بيكون اسمها هانجيوكو أو أوشاكو أو مايكو، وبتلبس كيمونو مختلف عن الجيشا وبتكون تصفيفة شعرها مختلفة. مين قال إنه أجر فتاة الجيشا مرتفع وممكن يوصل لأكثر من $350 بالساعتين؟ أنا قال بشوفكم بكرة.